السلام عليكم الدراري والبنات. اليوم غنوريكم الماتيريال اللي كندير به اللاندسكيب فوتوغرافي. اول حاجه غنبدا بها هي الساك. الساك هو اللي غدير فيه الماتيريال ديالك كامل، دونك خصو يكون ساك مزيان. هذا لو برو برو تاكتيك 450 ا دبليو، كاين 350 صغير منه حتى هو مزيان، ولكن انا خصني شي حاجه اللي تكون كبيره حيت كندير فيها ماتيريال ديال لا فيديو ديال لا فوتو وحتى الصوت. وملي كنكون خارج ليترونجي كندير فيه حتى الدرون عاد بيسي، كنهز فيه هذا الشيء كامل وترونكيل والجميع ديالو ساهل. وحاجه اخرى انه صحيح تيصبر الماء تيصبر الشال اي حاجه ما كاينش اشكال. دابا عندي 3 سنين بخير خدام به طرونكيل، نقدر نبدلو ولكن حتى الساعه باقي عندي مزيان. ثاني حاجه البواتي، كنصور ب 5 دي اس ار، بواتي فيه 50 ميجا بيكسل في الريزوليسيون ديالو، قادر على رد بجد وتنفعني حتى بور لي امبريسيون. كاين دي كليون اللي كيطلبوا ليا دي فوتو اللي خصهم يتامبريما ا غران فورما، سكي في لا فوتو كتخرج مفرقعه نقيه. دونك فوالا بواتي بارفي بور مو. الوغ بور لي اوبجيكتيف تنخدم ب 635 اف 4 70 200 2.8 و 2470 2.8 اللي هو كنصور به دابايا على 635 لانه غران طونغل. 70 200 ضروري خصو يكون عندك لي اوبجيكتيف معاك. علاش؟ لانك دي فوا كتبغي تصور شي حاجه لي فريمون بعيده. وعلاش 2470؟ بعض المرات كيكون عندك لو شوا ما بين اوبجيكتيف واحد، كتكون غادي شي بلاصه اللي بعيده ما يمكنش دير معاك كلشي، دونك خصك اوبجيكتيف واحد فيه شويه ديال الوايد انجل وفيه شويه ديال تيلي اوبجيكتيف. 24 مزيانه و 70 قاضيه غارد. وعلاش 635 اف 4 ماشي 2.8؟ حيتاش ملي كتبغي تصور لاندسكيب تيخصك تطلع الضياف، صافي غير خصك تسد الضياف باش الشارتنيس تزاد لك. دونك سوفون كتكون كتصور 5 6 7 8 9 ديكو 4 قاضية غارد، دويت ما عندك ما دير بها. دونك فوالا هادشي علاش كنخدم ب 635 وهو اللي كنخدم به ديما. دابا هادشي كامل اللي قلنا مهم، ولكن الا ما عندكش تريبي مزيان بحال دابا تيكونشي في الزيرو. علاش تريبي مهم؟ لانك هو اللي كتحط عليه البواتي وكتستابيليزي به لي زيماج ديالك. الوغ تريبي فيهم دو تيب، كاين اللي بالومنيوم وكاين اللي كاربون فايبر فيه بكربون. شنو الفرق بيناتهم؟ الفرق بيناتهم سي كو الكاربون فايبر تي ابسوربي لي سيكوز كثر من الالومنيوم وخفيف عليه. عندك دابا تريبي غادي تخصك هاد البياسه، هادي كتسمى ال براكيت. علاش مهمه؟ غنوريها لكم دابا. الوغ كتشد ال براكيت كتفيكسيها على الكاميرا بحال هكا، دونك فوالا هذا هو البلان ديالها. فيكسيتي ال براكيت في الكاميرا، غادي نفيكسيوها في تريبي من زيرو مزيان. هاد لا بوزيسيون تقدر ديرها باي تريبي بلا ال براكيت، ولكن فين كيجي الدور ديال ال براكيت كنعاود نقولها، هو ملي كتبغي دير شي تصويره اون مود بورتري. غتقولي غتقدر نديرها تريبي اخر، غتقدر ديرها. سيبوزون كنت ما عندكش ال براكيت، غتفيكسيها بحال هكا بلا سوميل. شنو غادي خصك دير؟ غادي خصك تحل لي زارتيكولاسيون ديال التريبي وتدور الكاميرا بحال هكا، عاد غادي تفيكسي. ملي كدير هاد القضيه شنو تيوقع؟ لو سونتر ديال بوا ديال الكاميرا وديال التريبي ما تيبقاش في الوسط، تيولي في الجنب. سكي في يجي اي ريح ولا شي لعيبه مشات الكاميرا خايبه. دونك هادشي علاش باش نيفيتيو حنا هاد المشاكل كامله كنرجع هذا بلاصو كما كان. كدور كتحل هذا، تتصيب تويشيه، تدير المود بورتري ديالك، وهكا لو سونتر ديال البوا كامل ديال الكاميرا مع التريبي مع لا روتول تيجي في الوسط. سكي في واخا يجي الريح الكاميرا كتبقى شاده راسها، سورتو الا عندك شي بواتي ثقيل وحتى لوبجيكتيف تاعهم ثقيل عليه. يوز واك الريكوردي فيه الجوع سربي. كات ميموار ما بقى والو. لي كات ميموار مهمين، خاص تكون عندك شي كات ميموار دي زون تكون كاليتي مزيانه وصافي بحال سان ديسك اللي كنخدم بهم انايا ديما. و بور لي كارت ميموار
خصك ليهم شي بوشيطه بحال هذه، حيتاش خدمتك كامله كيخصك سونتراليزيها في قنت واحد، ماشي كاطي مو في الجيب كاطي مو هنايا غتلف لك غتلف لك شي عيبه. دونك كيفاش كتسالي تجمع كاطي مو ديالك هنايا من غير اللي كاينه اللي باقه في البواتي، لو ريست تجمعو تتسد عليه، وهاد البواط راه ايطونش سكيفي تقطع لك شي حاجه طاح عليها الماء ولا شي حاجه اون سي جامي، لي دوني ديالك يبقاو كاملين بروتيجي. حاجه اخرى عاوتاني الديسك دور، انا ديما كندي معايا ان ديسك دور مع الماك باش اون فوا كنسالي التصوير ديال النهار ديالي سور بلاص كندير شي سور بلاص كنكوبي كاع لي زيماج وتنخدم ب اس اس دي، حيتاش رابيد على بارابور الديسك دور العادي و موان سونسيبل لي سيكوس. الاخر الا قدر الله يطيح الساك ولا يتزعزع شي لعيبه يقدر ما يخدمش لك، يكون اس اس دي ميموار فلاش رابيد مرتاح كتخدم وانت طرونكيل. دونك فوالا هادشي اللي كاين، كاين لي فيلتر ولكن لي فيلتر ما غنهضرش عليهم في هاد لي فيديو، غنهضر عليهم في فيديو واحد اخر حيتاش هادو فيلم اخر علم اخر. دونك وريتكم دابا يا كاع ماتيريال اللي عندي، هذا هو ماتيريال بازيك اللي كنخدم به، نشوفكم في الفيديو الجايه. يلا خلصنا الغداره فيه الجوع احنا غاديين يلا.